حبينا نعملها انا من اصحاب البيرل جدا مضبوط يعني انا بحب البيرل انا بعشقها anyway. طيب يا شباب لاصل هلا شو نعمل حكينا على الاكسمال على البيسكس على الدي في دي والسكيما اللي بربطوا اللي بحددوا شو الالمس والاتريبيوتس اللي المسموح بها والممنوع بها اوكي في الاكسمال تعودنا كيف نحول من XML ل XML يا بالدوم يا بالXSLT ذكروا الXSLT ولا ذهب مع الريح اللي بروح تعقول الحالة حكيت مع دكتور مصطفى أعطاني فكرة لمشروع أخمرها هلا بعقلي وأعطيكم بيها إن شاء الله تعود نحول من XML ل CSV أو ل Data من CSV أو أني كان في هذا الXML بالدوم هلا السؤال هو انا بدي ادور على المعلومات انا مش بس بحطها لانه بحب اشطح فيها انا بالاخر بدي اياها المعلومات هاي فالسؤال كيف بدي استخرجها لما انبنت الدوم انبنت tools to use the tree and to look for data وجيبها لليوزر طبعا هلا اسلوبها صندوق السنه تبعها سبيشل راح نحكي عنه واحد الطرق هو اللي اسمه الاكسبرت إذا ما تشوفين إكسبات أنا من W3 Schools إكسبات is used to navigate through LMS and Atlas and XML documents okay؟ طبعاً النافيجيت مش لأنه بنحب النافيجيشن لأنه we navigate to extract عجبني صايد كنت بدور عليه تذكرته؟ الله لا يوفز لي ما هي ما بعد مرة بتلاقي شغلات حلوة بي شو اسمه اكسبرت ان بالبيرل بقول لك على فكره تقروها على الاكسبرت بقول لك ايماجين يو هاف ان ارمي اوف مونكيز عندك قرود اوكي بدك تبعتهم على الشجر عشان يجيبوا لك اغراضك اوكي بس اني ويز جست ريد ات يو ونت وبحاول اقول لك انه كيف الاكسبرت راح يساعد القرود يجيب لك الداتا وشو اللي بدك اياه جو هيد ادري تروح من ال اوكي سوري اوكي ولا ايماجين يو هاف ان ارمي اوف مونكيز ات يور ديسبوزل يو ساي تو ذم اي وونت يو تو جو جيت مي ا بانانا فريك فروم ان اي فروم ذا ايس كريم بارلر اون ماساتشوستس افينيو جاست نورث اوف بورت سكوير اوكي نوت بينج فيري سمارت مونكيز go out and bring back every beverage they can find, leaving you to taste them all to figure out which is the one you wanted. تطلب منهم شيء بقول لك كل شيء بقول لك خيار لك. Okay? To retrain them عشان تعين تدريبهم, you send them out to night school to learn a rudimentary language and in a few months you repeat the request. Now the punk of the month is full of the directions. تقول لك الإكسبرت إيش حلاوتها. And now the monk is a train. They know we have to go and get to the information that they need. Okay. طبعا لازم نعرف هي إنه we just described the kind of problem XPath was designed to solve. XPath is one of the most useful technologies supporting XML. It provides an interface to find nodes. وهنا هم يكتب كلمة nodes. عشان يبدأ يشتري. To find nodes in a purely descriptive way, so you don't have to write code to hunt them down yourself. You merely specify the kind of nodes that interest you and an expert parser will retrieve them for you. Okay. To make a long story short, هذا بمختصر expert هو عبارة عن الطرق اللي بدك تمشيها. يعني طريقة على البايبر اللي في الداتا structure. Expert من اسمه بعد. فعندك انت تري من جدود وابناء ابناء فاحفاد احفاد فاولاد الاحفاد تري كان بي هيومنجس يعني انت شوف التري هيك 2 3 ليفلز كان بي مليونز اوف ليفلز اوكي فبتقول له لقي لي بهذا الليفل هي المعلومه واطلع لي عند الاب وروح عند الاخ هلا راح اجيك يعني هي من اسمها باث لانه كان فولو اي باث اند كان جو فروم نوت تو نوت فولوينج يو جيت سكوير Let's see the examples, and maybe things will be will make it will be easy. ربما بس يمكن بدي أضيفه من ال W3 Schools إنه هاي شفت introduction
النودز probably حكينا على النودز بس يمكن بدي امشي بس مع الدرس سكولز على الاكزامبل هذا دائما اكزامبلز صغيره اوكي وهي كافيه تو ميك كلير سم ايدياز اوكي طلع على الاكزامبل الاكزامبل اللي بين ايدينا اسمه اكزامبل 5 في سيل سو ات شود بي فيري سيمبل عندي مكتبه بوك ستور فيها كتاب واحد الكتاب له تايتل بالانجليزي هاري بوتر الاوثر بلا 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 سنه سعره سكرت البوك وسكرت البوك سو ات شود بي فيري ايزي هلا لاحظوا كم نوت عندي لا تذكر البوك ستور هي روت اليمنت من تسميتها بالدون هي اول اليمنت بوك اليمنت الاوثر هو عباره عن اليمنت نوت التايتل اليمنت نوت البوك اليمنت نوت البوك هي بنت البوك ستور التايتل هي بنت البوك التايتل والاوثر والهير والبرايس هم سيبلينجز سيبلينج يعني سيبلينج بالعربي اخوان سيبلينج في يعني على نفس الليفل اوكي يو ار اور سيبلينجز انتوا هلا لانه كلكم يعني طلاب بنفس الماده ونفس الليفل اذا كلكم سنه ثالثه او شيء يو ار اور سيبلينجز اوكي هلا اللان هو سنه تريبيوت بس يو نو ذات لا لا مش جديد قتلنا اوكي بس بعطيك سمبل اكزامبل بتوضح الامور اوكي فهذا بقول له مش كثير مهمنا البيرنت اند سو اون ذا تشيلدرن اوكي انا ما بحكي كثير بس انا بدي اصل لزبده اللي بدي اياها اوكي حطوا هلا باكسبل حط التبين اوكي صعبه شوي اكسبل فاير عندك مكتبه فيها التبين اولا تبع هاري بوتر نفسه والثاني لاندنج اكسبل اوكي كل واحد سعره شكل هلا شو ممكن تسوي فيه يو كان سيلكت في الاكسبرشن رح شوفه كمان شوي يو كان سيلكت تبدا تدور على النودز من الروت او من الكرنت نود او تطلع على البيرنت نود او الات بتجيب لك كل الاتريبيوتس لهذه النود اوكي لهلا لوكس تشاينيز بس على الاقل بس كنت في ميلر مع سنتكس طب شوف هلا باكزامبل اوكي مثلا اذا قلت له بالاكسبرشن اعطيني بوك ستور بعطيه كل النودز اللي بيحمل اسم بوك ستور اذا قلت له باك سلاش سلاش بوك ستور معناته ابدا دور لي من الروت اليمنت سلاش يعني ابدا دائما افصل باث من الروت اوكي بوك ستور بوك دور لي في البوك ستور على كل الكتب البوك سلاش سلاش بوك دور لي على كل الكتب بوك بوك ستور سلاش سلاش بوك دور لي على كل البوكس اللي تحت البيرنت بوك ستور باك سلاش باك سلاش يعني هي السنتكس اوكي ات لان لقيني كل الاتريبيوتس اللي اسمهم لان اوكي لهلا شو ذا بي كومبليكيتد بوك ستور بوك واحد لقيت الكتاب الاول بوك ستور بوك لاست اتس ا فانكشن لاست مره جيب لي اخر كتاب اوكي طبعا هو شو بسوي هو لما انت بعمل بارسل للتري طوالي برتبهم وبعرف وين اخر رقم في الاول انا كيف نط لهم اوكي لاست ماينس 1 قبل الاخير دور لي بالبوك ستور على كل البوك البوزيشن معه اقل من ثلاثه يعني جيب لي كل الكتب بالليفل 1 و 2 اوكي بتعرف الكتاب عم بعرفه كله قبل الكتاب بس هون هو بده بس ليفلز 1 اند ليفلز 2 لانه من الاخر من ثلاثه جيب لي كل الكتب اللي طلعت تبعهم بالانجليزي طبعا انت بالمكتب انجليزي وعربي وفرنساوي اوكي جيب لي من البوك ستور كل الكتب اللي سعرها اكثر من 35 شيكل جيب لي من البوك ستور كل الكتب اللي سعرها 35 شيكل بس بدي التايتل تبعهم بس شفتوا البيوتي اوف ثينجز صار زي السكيل عمليا اوكي تدخل اس ال سيلكت مش قاعد بعمل اس ال انا هذه سيلكت اخر وحده تايتل اوكي فروم بوك ستور اوكي وير برودكت يعني هذه هي السيميلاريتي مع الاس ال اوكي بكره بتروح للاكس كوير رح تلاقوا شيء كثير شبيه بس الاس بي ال از بينج ميد كويري سكيما موجودة في داتابيس
الاكسبرس كويري معمول الكويري سكيما ليس في اكس ام ال فايل. سو ذات اف يو ريتن ذات شود بي ات. هلا شفتوا يمكن فانكشن تو اللي هم لاست بوزيشن الليسته كثير اكبر من هيك قبل ما نروح على الاكزامبلز بس حبيت اورجيكم اياها. يمكن بس كمان قبل ما نروح على الفانكشن بوك ستور سلاش اعطيني كل شيء كل النوتس تحت البوك ستور. ذكروا الستار هي وايلد كارد. وايلد يعني كارت الجوكر عمليا وايلد كارد كل شيء. اعطيني كل الالمنتس اللي بالنوت هذا. اعطيني كل التايب كل الاتريبيوتس سيلكت اول تايب الالمنتس مش هاف اني اتريبيوت. اعطيني كل التايتلز اللي لهم اتريبيوتس اوكي او اني اتريبيوت. في عندك قوان هاي البيوتي. أعطيني كل الكتب إلهم تايتل أو كل الكتب اللي البرايس بحق الكونديشن أوكي؟ ذكر البار هذه الأورا أوكي؟ أو كل select كل التايتل and price elements in the document أو select all title elements of the book element of the bookstore element and all the price elements in the document أوكي؟ لا لا تبدو يمكن شوية مهمة بس الـ example will make it clear. اوكي في عندك هلا اكسس في البحث اوكي okay. كثير راح تستخدموا كلمه انستر اللي هو كل شيء يسبق الخلق انستر اوف سيلف بصراحه عمري استخدمت بستخدم الانستر والتشايلد والديسندنت. في كثير كمان اكسس اي نيفر نيدد بس كان يو مايت نيد فور يور بارتيكولر نيد اوكي. خلنا نروح بس على هاي الأوبريتر بس نشوفه مع السريع. شفتوا الأور انتو شفتوا الأور بس ممكن تجمع أوكي ممكن تطرح ممكن تحط المالتيبليكيشن ممكن ديفيجن إيكواليتي نوت إيكوال أوكي ممكن تعمل أقل أو يساوي أكبر. هذه الأوبريتر انتو تعرفوها بس يو مايت هلا أبلايت على سترينجز اوكي حصير ليتس جو بس على الاكسبرت فانكشنز رح تلاقوا انه في كثير فانكشنز ذات يو كان يوز البعض انا استعملته البعض منهم بصراحه بعرف عنه اي نيفر يوز سو ات اول ديبيندز على الكومبلكسيتي للبروبلم اللي عندكم اياها الابسولوت فاليو سيلينج فلور راوند سترينج وات ايفر عندكم ليست كبيره او فانكشنز اوكي we will use some of these functions with examples والبعض منهم ما راح نستخدمهم بس على الأقل بتكون هيك عارف إنه في إشي you can do عندك مثلا عندك مثلا match دور على كل شيء that match with a string أو عمل replacement عم برضه عندك XML file you want to replace something by something ذكر هذا الحكي كنا نعمله بال SSLT أو we could have done with SSLT هنا الاسباب كان دول تفلو okay. بس بطلع لك XML XML ما غيرش الـ XML نوع الفايل الاسباب يعني بدور وعنده إمكانية to replace. Let's see small examples رح تشوفوا بصراحة minor ones وهو دائما هيك بتشوفوا بالصف الحلوين الاكزامبلز اللي ثلاث سطور بتروحوا على البيت بيجيكم project اللي فيه 30-30% بس العكس ايه؟ العكس احتجاج عندي 5 examples هون بعرف إذا مهمين بس يعني they contain يعني probably the most important ones. Let's see تاك إسبر حكيت لكم على تول جانا قبل شوي اللي بعمل تعمل passing by piece بصراحة وأنا عمالي بحضر للبيت على فكرة كل محاضرة 3 ساعات معكم 30 ساعة تحضير بتاخدني يعني what you feel إنه I do it in half an hour probably that took me a week من التحضير بس هو الجود نيوز إنه أنا بحبش عم بلاقي شغلات كتير حلوة مثلا التويج هاي اللي كنت سامع عنها بس ما عمري دخلت فيها بس لما دخلت فيها لقيتها بحر كثير مفيدة لكم بس ما هو at some point I have to stop أنا هدفي أدخلكم أول الطريق هقولكم شو موجود وإنتوا روحوا كعكش بعدين on your own okay فأثبتوا إنه في إشي زي
التويج موجود. Let's see an example. أنا هون عندي example. عندي XHTML file. بوك ستور نفسه. بس هالمرة عندي كتب. عندي كتب تال. واحد بالطبخ, واحد الأطفال, واحد عن الويب, عن الويب and so on. Okay. فيش شيء special فيه. هو إيش المطلوب مني؟ أوكي. هلا لاحظوا لازم أدخل use XML expert عشان ندور في الإكسبرت. والإكسبرت إنه قبل ما يدور إذا بيبدي لتري ما بلا لتري does nothing. So لو أقول له أنا XML use XML expert XML parser, أول شيء بقول له new بدخله ال HTML file. فطوالي هو بعمل له parser بعمله تري immediately. بعدين بقول له file, طبعا هذه عبارة عن method. أوكي. دور لي على أطلع لي كل البوك ستور بوك تايتل. أوكي. اكتب لي إياهم طلعهم. بعد قلت له برجع لي list of notes اللي فيهم تحت لحظة ببدأ من الأول سلاش يعني بدنا نروت بوك ستور بوك تايتل. وقلت له اكتب لي كلمة found, وعلى كل النوتس اكتب لي a string اسم النوتس يعطيك اسمها. أوكي. So let's click run and you will see what it gives. طبعاً لازم يكون عندكم XPath. You do PPM per package manager install. Okay, XPath. Okay, طبعاً أنا بشارك على النت هلا أو بشرح إذا لأنه بدأ في عندي yes بدأ في ال proxy. فأنا أعمل installation anyways, so you need probably to install it. وبعث لكم الكوماند to install it. هلا بقول له أنا perl test. فضل لازم أروح على bx1 perl test. انتر. فش بقول لي عملت له run. قال لي found. هاي أول title. شو بدور أنا؟ عالتايتل صح؟ لا أول title. هو قلت له بدي ادفع النوت, فبدفع النوت زي ما بلاقيها ما بقعد افصلها. فلقيت الاول تايتل ايطاليان ايفريداي ايطاليان, الثاني هاري بوتر, الثالث اكسبيري كيك ستارت, الرابع لندن اكسل. اوكي از ات سمبل نوت كومبليكيتد. بقول له دور لي من الروت تحت بوك ستور بوك تايتل. اوكي وعشان تشوفوا كمان الاكس ام ال فايل هذا افتحه بس بفايل ثاني عشان نضل اضبط. هذا افتحه اوبن ويند اخر مره بجنني. خلينا افتحه بالورد بعد يلا. اوكي هلا لاحظوا لازم تمشي صح ما انسيبال بوك ستور بوك تايتل. إذا عكسنا البوك والتايتل ما بضبطش الوضع لأن ما بقدرش يمشي عليهم. والدليل يعني الباث هاز تو بي كوريكت. فلو جيت أنا هون حطيت له تايتل مثلا ها صيرتها هلا عملت له رن بيعطي شيء؟ في أنا أصلا مخرب في الباث هلا ما أعطاش شيء. الباث أعطيته باث مش موجود فما بقدر يمشي عليه. So you have to be very careful لما تختاروا الباث. ماشي؟ هلا أذكر كلمة نود الفونكشن إذا فونكشن أسترينج أعطيني النود لطبعها زي ما بتلاقيها. فلما أنت عملت له هون رجع سب نود سب 3 اللي فيها النودز اللي فيها التايتلز وطبعا في أول بعض كده تبرد على فام وأسترينج فام أسترينج فام. So it's a very very simple example. خلينا ناخذ example ثاني مع شغلات تانية. example 2 راح أعطيكم هذا الexample زلكم. هلا هون أنا ليش حبيت أعطيكم هذا الexample؟ تعودت كل مرة تكون الداتا separate. هالمرة الداتا موجودة بنفس الفايل. و underscore underscore data underscore underscore and to refer the data لاحظوا بس بالاسم الفايل to the parse input output reference هو على إيش اسمه start data ترجع على هون. أوكي يعني يعني الاسم الفايل يكون جوا جوه الفايل. طبعا it's not common يكون الفايل جوه البارسر جوه البيرل سكريبت بس اذا بدك you can put it.
It's a simple example. كان عندي data section فيها عندي small XML file فيها root وفيها three elements وكل واحدة لها attribute attribute one attribute two and so on. وكان الهدف هون بعد عمل parsing للsection هذا قلت له جيب لي كل النودز بقول له انا find نودز نجمه صار نجمه هلا ذكروا نجمه واتكار يعني كل شيء تحت الروت element نجمه صار نجمه اللي عنده خلفيه باليونكس واللينكس بعد انه سمعت بالكريب مثلا الكريب اوكي يمكن كريب مثلا نجمه صار نجمه يعني دور لي جوا السب فولدر تبع الكذا فولدر نجمه صار نجمه فبهذه الحالة دور لي على كل تحت كل الروت element find في method find nodes يمكن الناس استعجلت كنا بوريكم بالسيبان وين موجودة عشان لما تروحوا على البيت تدوروا هاي الاكسبان لا مش هذا مش مشكلة روح على السيبان السيبان is your biggest friend so keep it bookmarked عندكم XML X أول واحد فرح تلاقوا الميثود أنا بشغلش من عندي هاي الفاين نودز وإيش أول واحد شفناها أول ميثود فاين وين إز فاين غريب إيش ذلك هاي فاين هاي فاين وهاي فاين نودز الأسترينج أسترينج وين الأسترينج بتكون إذا الميثود مش هون بتكون الميثود بيصب سب كلاس عنده اياه از سترينج هي الاسترينج بس مش حكي عنها هون اكزيست ماتشز لا بس برضو الميثود الاسترينج بدها تكون ديرايف من ون اوف سب كلاسز يعني من تحت تحت هي مش عندك اكس ام ال انا عندي الاكس ام ال اكسبير بس تذكروا في عندي انا ميوزك اكس ام ال اكسبات اكس بار اكس ام ال بارسل فاروح احطه اكس ام ال اكسبات اكس ام ال بارسل رايت اوكي هيو راح تلاقوا الاسترينج هون معناته شوف الميثودز اللي عنده لا مش هون اوكي اتس هاز تو بي سم وير اف از سترينج فاين نوت از سترينج فاين نوت از سترينج اوكي بروبابلي اتس تيكن فروم يعني one of the derived subclasses يعني بتكون واحدة من هدول هلا ربك علم أي واحدة anyways it's okay قلت له معناته هلا أنا بعمل for each element من ال elements اللي فيها هون أجيب لي get name وجيب لي list of attributes so basically it's a very simple example بس جيب لي name والlist of attributes so if I run it yes two تست بس يعطيني الاتريبيوت هي الاليمنت اتريبيوت 1 فاليو 1 واتريبيوت 2 فاليو 2 اكشلي هذا حكى فيني انا هذا لكل اليمنت عمال بلف على ليست اوف اتريبيوتس بس بقول له اطلع لي اياهم مش هالجديد بس عم بجيبهم وهذه كومنتس سو يو دونت نيد تو وري اباوت ات اوكي بس اول مره بشوف انه بقدر احط الاكس ام ال بارت الداتا بارت جوات السكريبت وعشان ريفر تو ات باي 6 باي 6 سكشن اوكي لا يمكن شفتوا شيء كثير بس استنوا شوفوا الاكزامبل الثالث اغلبني ما اشتغلش معي لسه في عندي فيو بق فباخذها المره الجايه رح اشوفكم الرابعه الرابع نفس الاشي I go to the data section وقلت له
عندي لاحظوا بمشي من فوق من الروت على category event name بتقول له find كل النيمز معناته لا الاخر اللي بيستلم نيمز اوكي فراح لازم المفروض يعطيني A وكات 1 وكات 2 event sorry المفروض يعطيني الكات مش الـ A اوكي هو بيعطيك الـ event بجيب لك كل الـ attribute بس اللي تحت الـ event تحت الـ event مش رح يعطيني هاي يعني رح يعطيني بس هدول بس كات اللي هي كات 1 لكات برضه it's a simple one ex4 term اوكي اعطاني الكات زي ما كنت اتوقع يس تذكر زمان السيريز اللي اعطيتني اياه السيريز يس على الاكسل تي اكسل 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 يس تقريبا نفس الشيء صح ولا بالسيمبل اكزامبلز اللي انت اعطيتني اياهم ولا يعني يس كنت تحكي له رح تجيب لي مثلا الوايز اكثر من كذا سايكل يس صح صح كان الهدف طبعا في اتش تي ام ال هذا الهدف لا يعني بدك اياه انت از يوزر بيعملك يوم تو ديفرنت فورمات اتش تي ام ال يعني ما بتطلع يوم اكس ام ال او اتش تي ام ال عم طلع فيهم كتكس هون الجواب صح؟ بس يعني اثنين عندهم صح هلا اكزامبل هلا او ديفينتلي رح تلاقي في كثير شغلات بدك تعملها بواحد والثاني بس لو في اكزامبل رح ادور لك عليه اللي بنعمل بواحد بنعملش بالثاني بلس في باور اكسبيرت على الاكسسبيرتي الاكسسبيرتي تيوز اكسبيرت لحظة شوي لحظة شوي بس بالنسبة لكم مخربة الاكسسبيرتي تيوز اكسبيرت كأساسها لحظة أتأكد لك هو الـ XSLT هاي XSLT for accessible بلا 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 XSLT set for accessible بلا 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 اوكي probably not معقول مش XSLT expert expand هاي XSLT consists of three parts expand XSLT بتستخدم expand في لما ندور فال expand هو الاوريجن الاوريجن تبعه اوكي نشوف اخر example الأخير فيه شرط أحلى على 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 ما أذكر إن أطلع أوكي هذا بس كان يأخذ هارج من برا إذا بديش هذا الشيء هارد كود فكنت أغلبها أصعب بس أنا مش حبيها سيفت الدومينز بس خلنا نشوف شو فيه بالإكسامل فايل أيوة عندي انفنتوري انفنتوري رح اجيب كيف بقدر امشي باستخدام الفانكشنز انفنتوري بسيط عندي كتب ولا مش كتب هاي كتب اوكي بعطي لبعض الكتب بعطيهم اي دي اوكي انيويز ليتس سي الكومنتس اول واحد سي الاول واحد سهل قلت له دور لي رح اقول له دور لي من الداتا دوت اكس ام ال على كل شيء تحت انفنتوري كاتيجوري ايتم نيم اوكي يعني انفنتوري كاتيجوري ايتم نيم يعني لازم يعطيني كل هدول رايت كليك بيست فاعطاني كل الكتب هون ها لاحظوا ايش اعطاني هاي طلع امشي عليهم واحد واحد هاي كاريا لبارا وتبر هاي الثاني بيجنات هيكري هاي توكسي بلا 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 اتصور بالترتيب اعطاني اياهم nothing much لهلا طيب لو جيت عامل كوماند بدي اعمل شو بدي اعمل هلا قلت له رح اقول له اعطيني بالانفنتوري كاتيجوري ايتم نيم بس اللي الستايل اللي هم لاتن هالمره دخلت على الاتريبيوت سي هير كليك بيست المفروض اعطيني كتاب كم كتاب بس اللاتن لاحظوا الكتب
اللي أنا عندي إياها فيها إشي باللاتيني. كم كتاب باللاتيني؟ 4 كتب باللاتيني وكلهم شكلهم كلهم باللاتيني. أوكي لاحظنا. طب هذا آخر واحد ألعب فيه شوي. لاتينو. في كومن في كومن في كل آيتم في الأسماء. في كومن في نام ونام. لا أوردي هيو تفرجوا. في عندك لاتين وكمن لاتين وكمن لاتين وكمن لاتين وكمن. أعطاني بس الأربعة لاتين. لاحظ ما أعطاني الكمن. أوكي لو غيرناها بس أساس نحولها كمن. كيف أفرض أعطيني بس الكمن. أوكي لهلا بالأمور حلو. شو بدي أقول له ولا حاجة تحصل شو بدي يصير. سي كلير بيس. شو عم بيصير؟ قلت له دور لي من البداية على الايتم اللي الاي دي اللي اتريبيوت تبعه 22 واكتب لي النوت. في لها نوت هي بس انا مش مكمل لسه في كمان وحده مش تسيخه شكلي. تعالوا طلعوا لي وين الايتم اللي كان بيدنا. قديش كان؟ هو هاد اوكي دور عليها. قال لك نوت وروح لي على النوت. وش شايف نوت انت؟ على المعلم بالتعليق دينجر بويزنس. وين شايفين دينجر بويزنس؟ هادي على بويزن. ارجع فوق على الفرنس على فوق. بتوديني وين؟ فوق في الـ في الـ في الـ اوكي. فانا عامل ريفرنس على بويزن كتب لي دينجر بويزنس فراح عمليا على النوت اللي الاخير اللي كنت مش بس موجوده هون اكشلي. اي كان جو تو ات. هذه حلوه لانه فيها شويه نطنطه.